السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم ريلينج في بنان فيكتور ووركس، او نرسم سور او نرسم فينس. اني هنا في الفيكتشرز واختار الريلينج او الفينس، بلاقي عندي ادوات للرسم. ممكن ابدا ارسم زي ما انا عايز كل لاين، ممكن ارسم 3 دي لاين موديل يكون عندي 3 دي، وده هنا ممكن تبدا ترسم مثلا عليه قوس، ترسم عليه خط وهكذا. خليني ارسم اهوت، ترسم اول خط تاني خط، لما تخلص تدوس مرتين هيبدأ يرسمولك 3D. بعد كده تبدأ تعمل سيلكت، هتلاقي هنا الخصائص بتاعة السور موجودة، فتقدر تختار مثلا تقدر تعمل له موف في الإكس والواي والزد لو أنت حابب. وبعد كده تقدر تغير الروتيشن بتاعك لو عايز تغير مثلا أهو. وبعد كده انت عايزه في 2D ولا 3D، فممكن تخليه 2D بس. اللي في هنا التوب دوت ممكن تلغيه او تغير الهاي بتاعك، ممكن تلغي الفريم اللي هو دوت بالشكل دوت، ممكن تدخل تعمل ايديت لكلهم البوزيشن بتاعك، تقدر تغير فيهم زي ما انت عايز وتعدل الاوفست بتاعه او الاوفست توبوتهم زي ما تحب.